الاجيال الجديده اختلفت عن الاجيال اللي حضرتك متعود عليها. يا عم حاجه خد العين نضوجهم زي وانا ما كنت سنه 18. ده حاجه غريبه جدا. في ناس انا عايزه تفهم يعني ايه سياسي. يعني انا ما شفتش كده. ده اسئله صعبه قوي. حضرتك بتتعامل مع يعني بتشوف اعمار كتير مختلفه في مكتبه اسكندريه. صح, صح. بيعملوا اي نقاشات معاك ولا لا؟ بيبقى في ساعات ده بيحصل. ساعات كده وتلاقي طفل يعني كده سابق سنه ويكلمك بطريقه تبقى مدهشه جدا. زي منى و زي الجوز عبد الرحمن. ودول يعني ما بعتبرهمش استثناء. هو الجيل الجديد اصله لانه جيل التلفزيون وجيل النت وجيل الكمبيوترز وكل ده شافوا كتير وتعلموا كتير بسرعه. انا بلجأ لاحفادي في اي موضوع ما اناش فاهمه او يصلح لك موبايل او يشرح لك حاجه يشوف يعني لك الشاشات. والاسماء كتيره دلوقتي قوي 100,000 حاجه وحاجه وحاجات كتيره معقده. فانا عايز جوز زي ده هو يشرح لي على طول. عايز اسالي الدكتور مصطفى جد مصطفى انكل مصطفى عايز تقولي له ايه؟ جد مصطفى عايز اسالي ايه تاني؟ جد مصطفى عايز اسالي ايه بقى تاني؟ على فكره انا حابه جده حلوه. طيب كويس ماشي متشكرين. اسالي ايه بقى؟ طب اخدك كام سنه؟ حضرتك اخدك كام سنه عشان تكون سياسي؟ قعدت كام سنه؟ لا اخدت كتير يعني عارف. اخدت مده صغيره ولا بتاخد من السياسي يبقى مهتم من هو صغير انه يقعد يقرا في كل حاجه ويسال في كل حاجه زيكم كده. انتوا تنفعوا سياسيين. السياسي اللي عايز يعرف عشان يتعلم عشان يتدرب عشان يبقى قادر على التعامل بعد كده مع الناس. فانا قعدت 4 سنين في الكليه طبعا المدرسه. 4 سنين؟ 4 سنين في الكليه؟ كليه بس بيدرس بقى وبيتعلم. وبعدين 3 4 سنين ماجستير و3 4 سنين دكتوراه. يعني اخدت الدكتوراه لما بقيت وكمل بقى سياسي كبير جدا. وبينا نتخانق احنا مذيعين بقى نتخانق علشان نشوف مين اللي هيعمل الانترفيو يقابل الدكتور مصطفى الفقي. يا بلاش تواضع قوي كده. والله مش حاسس ان الدكتور مصطفى على حاجه. ايوه طبعا. ايه بقى كله مجهز ولا ايه؟ ليه الكلام بتاع السياسه بيبقى صعب علينا؟ انتوا في حاجه صعبه عليكم؟ ده انتوا اللي صعبين عليا. انا مش عارف اعمل حاجه معاكم. لا بلاش صعب. هو اللي بيكلمك يقدر يكلكع الكلام ويخليه كلام مش مفهوم وفي نفس الوقت يقدر يبسطه ويتفاهم معاك. انا مبسوط منكم وبتفاهم معاكم. انا هعيش في جيلكم شويه. اسمح لي. يا سلام شريف بيك. لا حاجه تفرح. تعامل معاهم فضل. لا حاجه تفرح يعني. انا والله بشوف الجيل الوعي ده في الجيل ده يعني دول ان شاء الله باذن الله بعد 5 6 سنين 7 سنين هيبقوا شيء كويس قوي قوي ان شاء الله. بس لازم تقروا كتير وتتفرجوا كتير وتشوفوا حاجات. هم شكلهم بيتفرجوا ما بيقروا. بيتفرجوا بس ما بيقروش. العيال الصغيرين دلوقتي مش بيتفرجوا. It's 2021 people. البيبل دي احنا مقصود بيها احنا حضرتك صح؟ يعني احنا بين 2021 يا بشر. كل جمهورنا بقى. يا بشر صح؟ كل جمهورنا. انت عندك انت هتطلع ممثله يا بنت.